جهاد الحسين عليه السلام ضد أعدائه جهاد المعروف ضد المنكر، وجهاد الصلاح ضد الفساد، وجهاد الخير ضد الشر، وجهاد النور ضد الظلمات. فلم ينهض الحسين أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، بل نهض بكل ما نهض من أجله الأنبياء والرسل من إقامة العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نهض لله وحيدا، ولقد صدق إذ قال: نحن وبنو أمية اختصمنا في الله عز وجل. نحن قلنا صدق الله، وقال بنو أمية كذب الله. فنحن وإياهم الخصمان يوم القيامة، ونعمل حكم الله غدا بين الحسين سيد شباب أهل الجنة وبين خصومه وهم أهل النار. كلما تتكرر الليالي والأيام يظهر الحسين أكبر مما تتصوره العقول والأوهام، فهو في كل عام أكبر مما سبقه، ليس فقط في مشاعر الناس وعقولهم، بل في توسع رقعة نهضته المباركة. فهي اليوم تلف الكرة الأرضية كلها، وفي كل عام تزداد هذه الرقعة، ويزداد أولئك الذين ينخرطون في مسيرة سيد الشهداء في عزائه. شاء من شاء وأبى من أبى، فهذا هو إرادة رب العالمين في أوليائه الصالحين. لنهضة الحسين عليه السلام بعدان: بعد إلهي رباني تظهر فيه مشيئة الله وإرادته، وبعد بشري طبيعي تظهر فيه طبائع الأشياء وآثارها. فإذا كان الله شاء أن يرى الحسين عليه السلام قتيلاً، فإن خذلان الناصر وضعف العدد هما اللذان ينسب إليهما قتل الحسين في كربلاء. ليست الشهادة هزيمة عند أولياء الله، الشهادة انتصار. وبالشهادة المظفرة تحول الحسين عليه السلام إلى راية مرفوعة أبدا في كل مكان، تدعو الناس إلى نصرة الحق ومقاومة الباطل ومواجهة أعداء الحق في كل زمان.